الآن ماذا لدينا؟ يبقى لدينا بعض المسائل في المتممة وكذا، من إما من الرد وما يتعلق بتوريث ذوي الأرحام، هذا سهل إن شاء الله تعالى. الآن أخواننا، المهم عندنا أننا نبدأ بحل التمارين. تبدأ وتحل، وعندك الشيخ حمود، الإمام الشيخ أحمد، أخوانكم. يا أخواننا، كم من أوقات ضاعت علينا. البيوت ليست مكان لطلب العلم في الغالب، المساجد. عندما تدخل المسجد، المكان الذي تضع فيه أكرمك الله نعليك، ضع معهما الدنيا. تدخل هنا يا أخي، كم من أوقات ضاعت علينا، واتس أب وكذا وكلام فاضي. أدخل هنا، تعال الشيخ أحمد، مسألة فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. البنت النصف، بنت الابن السدس، تكملت الثلثين. أخت شقيقة الباقي، الأخوات مع البنات عصابات، انتهت المسألة. مفهوم؟ وعلى هذا تراجع هنا، اختلفتم، جيد ممتاز، لكن لا تشهر بالشيخ أحمد، تقول والله أخطأ في مسألة. كلنا نخطئ. أنا تشوف دفتري يا رجل مليء بالأخطاء. الإنسان يتعلم من الخطأ. ثم الآن تخطي، ما عندنا إشكال في الدفتر، ما في عندك الشيخ حسين مشكلة، تخطئ تفكر، ما في إشكال. الإشكال في أنك لا تسأل ولا تتعلم. فنبدأ نحل التمارين. أخوانكم عندكم، اختلفتم اتصلوا علي أو على أي أحد، ما في إشكال، نتعاون، ترسل لي المسألة ونمشي في المسائل. تبدأ من اليوم، يعني الآن لا تسمع لكلام أحد، الشيخ أحمد أو غيره، أن اليوم الدورة انتهت. لا، الآن بدأت الدورة، مفهوم؟ عليك واجب تتم المذكرة كاملة، مفهوم؟ دفتر 100 ورقة، هذا الدفاتر لا تصلح، اتركها. تأخذ دفتر 100 ورقة، تسطر، تبدأ بالكتابة، مسألة 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 مسألة، وتمشي من أول الكتاب إلى آخره بإذن الله. أشكل عليك شيء يا أخي، تعال شيخ حمود، تعرف ما تعرف، روح للقاضي، روح لفلان، روح الإعلان، اتصل علي، ادخل أي مكان، لكن لا تسأل جوجل. انتبه، تسأل جوجل لا، لأنه ما سمعنا أن أحد تخرج من مدرسة جوجل، صح؟ ولا أحد يمكن يقول الشيخ جوجل. أعوذ بالله، كيف يكون شيخ هذا؟ هذا زنديق يكون شيخ؟ ما يمكن، مفهوم؟ نعم، نجتمع في المساجد، تنشط إخوانكم، تتعاون فيما بينكم، ونتم بإذن الله المذكرة، صح؟ سبحان الله، لو بعض الناس عندنا هدف دائما يحقق في الدنيا، ما هو؟ الزواج طبعا، ولا يمكن يقف أمامه شيء بإذن الله، صح؟ أما المذكرة، الفرائض، طلب العلم، والله كذا ما وجدت كذا. أما النكاح لا، ما يمكن، صح؟ هدف دائما يتحقق، سبحان الله، لا ما يمكن. هدف المسلم ما هو؟ هو الهدف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما دخل الناس في دين الله فواجه، قال الله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نبدأ من اليوم بإذن الله، أسبوع أو أسبوعين أنت منتهي من الفرائض والعلم انتهيت منه. يبقى معك إيش؟ تبحث عن الأموات. مات عندكم فلان، هات التركة. قلنا لك تقسيم التركات لا، سك حصر إرث، تتدرب على المسألة، تكتبها كذا، تتصل على واحد تقول هذه المسألة فلان، الثاني الثالث الرابع وافقوك، الحمد لله. طيب طيب، نبدأ واحدة واحدة، نتم الفرائض بإذن الله تعالى. اعتبر هذه الدورة تشويق لعلم الفرائض. الدورة الثانية، الدورة الثالثة، تتم المسائل بإذن الله تثبت معك. قلنا لا يمكن أن تراجع الرياضيات بماذا؟ بالقراءة، تأتي تقرأ، ما يمكن. رياضيات لازم مسائل، تكتب تصحيح كذا، مفهوم الشيخ؟ أي نعم. مدرس يكتب عندك بنت أخ لأم عم شقيق، يقول البنت النصف، أخ لأم سدس، تقول عفوا يا أستاذ خطأ، صح؟ كيف يأخذ الأخ لأم عنده وجود فرع وارث؟ يقول هذا فرع وارث لكن أنثى، نقول أنثى أو ذكر سواء، صحيح؟ أي نعم. تستحضر المسائل، تحفظ الشروط، أهم شيء حفظت الشروط انتهت علم الفرائض، والله انتهى بإذن الله، ما تحتاج إلى شيء.
بعض المسائل يعني تحتاج إلى شيء، إلى كذا، مناسخات، قراريط، كذا، هذه سهلة بإذن الله تعالى. كيف تقسم الأموال؟ الأموال أسهل ما يكون. آخر جامع عندنا من كم؟ قلنا جامعة الشيخ حمود من كم؟ من 8، صح؟ المال كم؟ 8000. 8000 قسمة 8 يطلع السهم كم؟ 1000. الزوجة سهم، سهم في 1000 بكم؟ 1000. واحد في 1000 في 1000. والابن 7 أسهم في 1000 بكم؟ 7000. انتهت المسألة. أهم شيء تحل المسألة بفروضها وتقسمها، انتهت. بعد هذا يكون الحل واضح بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.